السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخوان، هذا هو الشكل النهائي لملف الأدميرال. هذه مادة سفيرات، سنعزو مادة سفيرات طريق زير الأرضية. لاحظ كيف هي معزول الفرد بالنسبة الملف. مع العلم أنني على الزر مدورة على جميع المعادن. هذا زر العزل وضعه على جميع المعادن، وهذه زر معايرة الأرضية بالفيرات معزول تماما. سأعيد زر الأرضية إلى الصفر. لاحظ صناعة الأرضية، الملف الآن مستعد للخروج للبحث به في جميع أنواع التربة. هذا زر العزل، سنجرب العزل. خلي نتركه أولا، نجرب الحديد على وضعية جميع المعادن. هذا من الحديد، أرفع العزل، دي نتيجة حركة الهاتف لأن قريب من الملف، والجهاز ليس بعيد بما فيه الكفاية عن الملف، يجب أن يكون أكثر من 1 متر. وذلك هو معزول. سأبعد قليلا الملف. معزول. نجرب هذه. هذا مزيج من المعادن ليس فقط حديد. سأجرب هذه القطعة من الذهب الصغيرة، 1 جرام حوالي. سأرفع الحساسية قليلا. على أين هذا كل ما في الجهاز؟ هذه الأساسية، هذه للصوت، بالنسبة للصوت ليس هو الصوت المطلوب بالنسبة لجهاز الأدميرال، يعني لم أجد بعض الترانزستورات فاضطريت إلى وضع واحدة أخرى. هدف الصوت هو غليظ نوعا ما مقارنة مع الصوت الأصلي للجهاز. درهم معزول، نشوف الدرهم. حساسية ضعيفة نوعا ما لأني يعني موجود، انظر، كثير من المعادن هنا تحيط به، وأيضا الملف يمر من تحت سلك الكهرباء، لهذا الحساسية ضعيفة. هذا هو الملف. بالنسبة للذين يقولون أن عندهم يعني مشكل في تحريك الملف، هذا لأن الهاتف قريب. بالنسبة للأرضية أنا في الطبقة الثانية، يعني هناك حديد وهناك يعني معادن أسفل، لهذا يعني هو الملف يتحرك. يعني هذا هو
مكتوب في الملف هذه هذا هو المشكل الكبير، يعني عندما تحرك الملف تلاحظ الملف هنا لا يوجد صوت. ثلاثة وثلاثون وأربعة وثلاثون سنتيم. تجربة الذهب بالنسبة للملف قلنا إخوان هو ثابت وقد انتهيت يعني من صنعه بالأمس. لم أشأ تصوير هذه المرحلة لأن يعني يبقى اجتهاد شخصي وكل واحد بحسب يعني المواد المتوفرة عنده حتى يعني تربية الجهاز. فبالنسبة لي أنا استعملت طبقتين من ورقة مقوى كرتون بنفس مقاسات الملف وقمت بالتدعيم بواسطة الغراء السائل، ومن بعد يعني غلفت بالمادة باللاصق بالشريط اللاصق. لم أنتهي تركت هذه الأماكن حتى يعني أصور الفيديو. هو ماسك نفسه يعني رغم أن يعني كارتون هو ماسك نفسه. تعمل به في نفس الوقت ليس بثقيل، هو خفيف يعني لن يتعب في عملية البحث. سأشرح نقطة مهمة بالنسبة لملفات الفيلف. أريد قلم، لحظة سأبحث عن قلم وسأعود. بالنسبة للملفات سأشرح حول الملفات يعني وحول كيفية يعني حساب المكثفات الموازية. نبدأ بملف الإرسال ترانسميتر كويل تي إكس. بالنسبة لملف تي إكس هنا يجب أن يعني يكون بالمقاسات المرافقة للصورة، ليس المقاسات بل الحثية، يجب أن يكون يعني حثيته حوالي 1.4 وبعض الأرقام من بعده ميلي هنري. يجب أن تحصل على هذه القيمة في ملف الإرسال وفي ملف الاستقبال. ملف الاستقبال يجب أن تكون هناك ما بين 14 ميلي هنري حتى 15 ميلي هنري. هذه مقاسات يعني المطلوبة. بالنسبة لملف الإرسال، ملف الإرسال هنا عندنا الملف، هناك مكثفة موازية للملف في المخطط، هناك يعني 330 نانو فاراد. بالنسبة لحساب هذه المكثفة يعني لست أنت مجبر بهذه المكثفة، يمكنك التعديل عليها وتغييرها حسب يعني الحثية التي تحصلت عليها. وبالنسبة للإرسال هو ضروري إخواني ضروري أن تكون القيمة قريبة من هذا العدد حتى يكون الملف يعني الملف يكون يعني بمواصفات جيدة وتكون المكثفة فيها قوة، تكون المكثفة قوية نوعا ما حتى يعني يكون تفريغها يعني سريع عبر الملف، لأن يعني مقاومة الملف تنقص من التيار الذي يفرغ من المكثفة. وبالنسبة للمكثفة للملف يكون تفريغه نوعا ما يعني بطيء مقارنة مع المكثفة، لهذا يعني تكون الموجة يعني ليست موجة جيبية يعني صافية. وهو يعمل هذا المكثف مع هذه الوشيعة هنا يعمل كمرشح يعني فلتر للتردد الجهاز الذي هو يعني 7.5
كيلو هرتز هذا التردد هو الذي مبني عليه الجهاز، وهو الذي يعني مبني عليه العزل ومبني عليه معايرة الأرضية، ذلك عبر يعني العناصر المكونة للجهاز، من بينها 4053 الذي يعمل بدور يعني تقهير وبدور الفرز. نحسب يعني كيف نحسب هذه المكثفة. لدينا هناك موقع نرفقه في صندوق الوصف، تدخل للموقع ثم تجد 3 خانات هكذا وهكذا، 3 خانات. في الأولى تجد المكثفة كاباسيتور، والثانية في الثانية ستجد هناك يعني الكويل، والثالثة ستجد تردد فريكونسيز هكذا. نحن لدينا هنا بالنسبة لملف الإرسال لدينا التردد واضح هو 7.5 كيلو هرتز. ضروري اختيار الوحدة، هناك في جنب المربع ستجدون الوحدات، يمكنكم اختيار الوحدات. تضعوا على الكيلو هرتز، تضع 7.5. هنا بالنسبة للملف الإرسال، نفرض جدلا أنك يعني لم تملك يعني السيمتر أو كذا، يمكنك أن تعرف يعني حيثية الملف انطلاقا من هذه الترددات، عن طريق يعني أنت تعرف أن هناك 330 نانو فاراد. تضغط كالكوليت، هنا تجد كالكوليت، تضغط على كالكوليت، كالكوليت يعطيك قيمة الملف. نفرض مثلا أنك يعني بالكويل حصلت على 1.2 ميلي هنري، هنا ميلي هنري. تضغط على كالكولايت، تزر هنا كالكولايت، سيعطيك المكثف الذي يجب أن تضعه هنا للموازاة مع الملف. بالنسبة لملف الاستقبال، ملف الاستقبال أولا يجب أن نعرف التردد الذي سنشتغل عليه. بالنسبة لنا في الجهاز هنا 7.5 كيلو هرتز، 7.5 كيلو هرتز، نريد أن نعرف قيمة التردد الذي يجب أن يدخل على ملف الاستقبال. نأخذ 7.5 التي عندنا هنا في الإرسال، نضربها في 1.2، الناتج سيساوي 9 كيلو هرتز. طيب نأخذ 9 كيلو هرتز ونملأ بها هنا من جديد زر خانة التردد، هنا 9 كيلو هرتز. بالنسبة للكويل قلنا مثلا عندنا 1.2، نضغط زر كالكوليت سيعطينا المكثف الذي سيأتي بتناسب أو في تزاوج مع هذا الملف. بالنسبة للإرسال للاستقبال قلنا يجب أن تكون هناك 14 ملي هنري، 14 فاصلة شيء، أما هنا 14.5، يعني ما بين 14 و 15. بعد أن تضغط كالكيليت مباشرة سيعطيك المكثف المطلوب في الأسفل، في الأسفل. وغالبا هذه المكثفات تتغير يعني من 20 نانو حتى 40 نانو كأقصى حد، لا يجب أن تتعدى هذه القيم حتى تبقى في نطاق عمل الجهاز. قلنا يعني سنقوم بمختصر حول يعني الجهاز، قلنا التدريع
هو واجب، يعني عملية التدريب يجب أن تكون يعني على أتم وجه كما شرحنا في الفيديو السابق. بالنسبة للمكثفات الموازية، يجب أن تختار مكثفات موازية متناغمة مع الملف. لاحظ مثلا أنا هنا هذا ثلاث مكثفات بالنسبة للإرسال، لست على نفس القيمة، لكن يعني الترشيح أنا في حدود يعني 7.5، يعني قريبا منها، لأن يعني جهازي الإكسلميتر تحطمت يعني الشاشة، ولم أعرف يعني الحساسية التي عندي على ملف الإرسال، وقمت بالتجريب حتى وصلت يعني تجريبيا لتردد التجاوب، ومن ثم يعني وضعت المكثفات المطلوبة هنا. عندي هنا 224 في 224 مع 10 نانو. وبالنسبة للاستقبال هنا لدي هنا 33 نانو، والصورة غير واضحة، 27 عفوا نانو مع 3.9، مع 3.9 نانو. هذه المكثفات تركب هكذا أو تضعها في الملف خارجا. ضروري أن تحصل على التجاوب بين الملف والشعار، فمن الضروري حتى يعني تحصل على العزل، وحتى تحصل على القيم يعني المطلوبة. يعني بالنسبة للمقاومة هنا المتغيرة، تضعها على الطرف، تديرها على اليمين على أقصى حد، يجب أن تدير هذا حتى يكون لديك يعني حساسية للذهب جيدة، وحساسية للمواد يعني غير ممغناطة، تكون عندك حساسية جيدة. وهذا ما كل ما في الأمر الإخوان، وسأدخل على الموقع ونعيد هذه الحسابات بشرح تطبيقي في الموقع. Yeah.